هلا واجبنا كلياتنا ننسى هالشغلات الصغيره وما نلهي الكبار عن عمله. بقى الله يخليك يا عمي، قصه الارض بدك تنساها الفتره بنوب، وما تعود تفتح هالسيره لا معي ولا مع غيري. ها ولا محمود ولا كيف بتحكي مع عمك هيك؟ اه ما نوب مثل ابوك هذا. ام موفق والله لولا العيب. بنت عمي ما في داعي للغلط. ها ليش مين عم يغلط؟ بس بدي افهم شو عم تساوي انت ومعلمك لحتى ما فيكم تحكوا مع البطيخ رئيس البلديه. شو عم نساوي؟ شو عم نساوي؟ لك لسه مبارحة جمعوا 200 صايع قدام السفارة الليبية بالشام، عاملين لحالهم مثقفين، أنا عم يحتجوا على القذافة، بتعرفي شو يعني هالحكي؟ وشو يعني هالحكي؟ يعني هدول فيهم شوية نخوة. ترى بدك تديري بالك على حالك يا مرت عمي، هذا الحكي أكبر منك بكتير. خلاص واقعد بأدبك. لا هيك القصة زادت عن حدها، عمي ضب مرتك أحسن ما يطلع خلي واعمل لي شغلة ما بتصير حدا بنوبة.